السلام عليكم يا أحلى متابعين. اليوم راح نشوفوا مشتريات لأسيل بمناسبة عيد الأضحى. إذا كنتوا تحبوا هذه النوعية من الفيديوهات حطوا لنا لايك ويلا نبدأ. اشترينا لها هذا الفستان الأبيض مصنوع بالدونتيل اللي فيه هذه التفاصيل وشفاف بعض الشيء من الفوق، وعند الخصر فيه نفس التفاصيل. الدونتيل ناعم على البشرة وجميل، ومن داخل فيه غلاف لكي لا يبدو شفاف. من الوراء نفس التفاصيل اللي من الأمام، وفيه سحاب أيضا. لبقنا لها معها هذا الصندال البيضاء، فيها هنا خرز وفيها هذا النو وفوقه خرزة، وتغلق بسكراتش. بالنسبة للأكسسوارات، لبقت لها هذو الباغات على شكل قلب مليء بالخرز، وهذو المشبكين على اللون الذهبي. اشترينا لها هذه اللبسة اللي عبارة عن فستان مع فيزو الخاص بها، فيها وردة في الوسط وقلب بداخلها. ألوانها باهية، الوردي الغامق، الوردي الفاتح وأبيض، وسروالها أبيض فيه ورود. اشترينا لها أيضا هذا الفستان البرتقالي، فيه ورود صغيرة وكبيرة هنا. واشترينا لها هذه البيجامة اللي فيها تيشيرت رمادي وفيه علامات أديداس باللون الوردي الأبيض والأسود. الفيزو أسود وفيه هذه التفاصيل من الأسفل. اشترينا لها هذا الجامب سوت، لونه على الأزرق تركوازي. سامحوني الملابس غير مكوية، لما غسلتها ما كويتهاش. اللون متغير في الفيديو، يبان أغمق، فيه ورود بنية أخرى برتقالية وصفراء. قماشه خفيف وبارد، قماشه صيفي. اشتريت هذا الفستان الخفيف على اللون الأصفر، وفيه من الأسفل شراشيف بيضة، وفيها هذه الرسمة لامرأة، يعني عيون امرأة مغمضين، لابسة طربوش. الفستان خفيف تلبسه للبيت او للنوم. وهذا كل شيء، اتمنى يكون عجبكم. عيد سعيد، مع السلامة.